تسمى ثورة هي تسمى فوزة وغورة ما تسمى ثورة. ربيت حماية الثورة قرار ذي ما مصدومناش، بالعكس نحن نعرفوه أنه قرار سياسي تخذيه من منظمة تحكم على منظمة. المنظمة هذه هي منظمة اتحاد الشغل اللي جابت في خريطة الطريق وتوهم في الشعب التونسي أنها تونس بالسير التنمية والواحد إلا ما تتحل روابط حماية الثورة. قالوها من الأول معهم شكري بالعيد وجماعة معناها الناس زعما صاح يعرفوا شو يعملوا. أي من بعد كما ظهر لهم سقطوها وردوها أسقط حاجة في البلاد. كان بتحق وريدة بها باطلة. الثورة مش محتاجة، كل الشعب التونسي هو مسؤول على الثورة. وإذا كان قلنا روابط حماية الثورة خلقنا نوع من الحساسيات اللي مهما تكون باش تخلق في الجسد التونسي تصدع كبير. طيب باش نحكي لك على حماية الثورة، حماية الثورة كذا فهمني أنا السياسة ما نحبش نحكي عليها، نحكي لها على السبور. كيفاش أنا ما حليتها؟ روابط حماية الثورة ما عندها حتى نشاط، ما نعرفوش، أنا مواطن تونسي ما نعرفش شنو، واسأل أي واحد أنت معاه ولا ضد حماية الثورة. اسألوا شنو هو روابط حماية الثورة ما يعرفوه الشعب التونسي. الرأي العام كل ضد روابط حماية الثورة، هم سماوا روحهم حماية الثورة فهمت، لكن ماليش حتى ثورة في البلاد أنا قامت على الفقر كذا مريت حتى إي فيه فهمت. يعني قضاء مستقل للقضاء هو اللي خاطر لا سلطة فوق سلطة القانون. بلاد منظمة عندها أعراف وعندها قوانين والناس كل لازم تحترم القانون. واحد باش ينصب روحه باش يجي يحمي ثورة يحمي موقع كذا ما عندوش حق، يلزم قانون القضاء هو اللي يخول له بشارع فهمت. هذاك من تفسيري انا نقول المحكمه يرحم والديك، لان حمايه الثوره مسؤوليه كل مواطن تونسي، ما همش رابطات حمايه الثوره برك اللي باش يجوا هما باش يحموا تونس ولا يحموا حزب معين ولا لاغراض سياسيه. كل مواطن تونسي ينجم يحمي بلاده ويحمي داره ويحمي عائلته ويحمي الشعب التونسي. تبعي النهضه في بيوت تبعي هكا في تبعي النهضه واعتصموا عليها برشا في الاعتصام الرحيل في بارد وحبوا ينحوها في بالي هك في بالي هو من تهموه في اتحاد الشغل ضربه بالعصي في بالي هك ما نجمش انا اكون معاه ولا ضد وانا توك انا مانيش فاهم يعني في بالي خاطر ما في تونس تو بعد الثوره ولينا جماعه ضد وجماعه مع وجماعه ضد وجماعه معاه ومانيش فاهمين المفاهيم حتى شنيا نتاع الحاجه هذيك اللي باش تحكوا عليها فهمت. هما وقت اللي صارت الثوره هما اللي عملوا مشاو اعتصموا في القصبة ألوغ كو الآخرين اللي الرؤساء نتاع الأحزاب هما قاعدين والآخرين هما اللي دافعوا معناها على الثورة. أنا مع حل الروابط رابط هذه حماية الثورة. طبعا كنا نعرفوا معناها المشاكل اللي صبوها في المجتمع معناها والأعمال ما نحبش نكبرها ونقول جرامية، ولكن عمل الشغب اللي عملوه في البلاد كان تحالفهم مع الإسلاميين حركة النهضة واضح جدا، وخاصة بعد التصريح اللي عملوا معناها بغيج في الفيسبوك والناس الكل تعرفوا. الاتحاد العام التونسي للشغل هو اللي استعمل العنف المفرط، لأن ما فهمتني التصاور اللي تقدمت للمحكمة قدموا فهمتني بالأدلة اللي هما كاتبين ولابسين مراول وحبك يا شعب ما زالت لتو فهمتني يحميوا ثورتك شنو يعملوا الثورة اللي خلتك انت تدور في اللافينيو تو فهمتني بالكاميرا وتسكن في العباد اللي ما كنتش تحلم بيه النهار هذايا جم هذا اللي كان تحلم بيه احلم بيه شاب تونسي ولا شابة تونسي مازال لازم تو المحاسبة نتاعهم مش حليناهم وكهو. نعم الاتحاد شكون صدم عليه التحريض والاستفزازات والفنانين والظلم وال شويه اللي عملوا واللي قاعدين يساندوا فيهم من الحكومه نتاع توا ويتسامحوا معاهم نسبيا خاطر بطاوا في الشيء هذا وبطاوا في اعاده التعيينات وما لازم وبطاوا في ملف شكري بالعيد والبراهمي وش بطاوا يتباطؤوا الاعتبارات اللي احنا ما عندناش الحق نعرفوها كمواطنين. هما اهل الذكر يعرفوها بيناتهم اما ما عندهمش الحق. الحاصل مصب الحديد نفرح يفرحك ان شاء الله. لا يعرفني بيه لقيت ما نعرف عليه ما عليه لا يعرفني بيه شكون هما هما ربي كانت حماية الثورة
لحظة نجي لحظة.